حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. ماذا بقي من منصب شيخ الرئيس في اليمن؟ الحوثيون يوسعون نهب العقارات من مراكز المدن إلى الأرياف. الحوثيون ينهون التفاوض مع التجار حول شكل العباءات النسائية. أهلا بكم. ماذا بقي من منصب شيخ الرئيس في اليمن؟ سؤال طرحه تقرير خاص بموقع إنديبندنت عربية، وجاء في الإجابة أن القبيلة في اليمن شهدت تراجعا ملاحظا في أدوارها بعد أن حل مكانها المشرف الحوثي الذي يأمر الجميع بصفته سيدا من العترة المطهرة. وفقا للتقرير الذي أعده توفيق الشنواح عقب مقتل صالح، ظن اليمنيون أن تنتمي منطق حاشد جنبية الشيخ عبد الله وتهب في مواجهة الحوثي عطفا على ما تملكه من نفوذ سياسي ومادي، واستنادا إلى احتفاظها بتاريخ مليء بالاشتباكات والتحالفات والصراعات الدامية. غير أن القبيلة لم تحرك ساكنا، بل راحت تسعى إلى عقد تفاهمات ووقعت صلحا شاملا مع الحوثيين. هذا التراجع لا يلغي الاحتفاظ قبائل حاشد بعدد كبير من المناهضين الشرسين للمشروع الحوثي ضمن صفوفها، يتوزعون على عدد من جبهات القتال، لعل أبرزهم رئيس هيئة أركان الجيش اللواء صغير بن عزيز وغيره. يعيد التقرير أسباب تراجع القبيلة، والمقصود هنا حاشد، إلى عدة عوامل، بينها أن وفاق صالح والأحمر لم يورث للأبناء الذين كبروا وكبرت طموحاتهم السياسية والاجتماعية. وردا على السؤال الرئيسي في التقرير تقول الصحيفة: أخيرا نصبت حاشد حمير عبد الله الأحمر البالغ من العمر 53 سنة شيخا للقبيلة وشيخا لمشايخ اليمن، وهو النجل الأكبر والمعروف بهدوئه حتى وهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب في مرحلة تشهد فيها البلاد تكاثر الزعامات، ما يعني أن مهمة شيخ الرئيس وقبيلته تعيش مرحلة صعبة واستثنائية في طريق استعادة حضورها التاريخي الذي اكتسبته لنحو 60 عاما. النقيب الأسبق للصحفيين اليمنيين عبد الباري طاهر يكتب لموقع بلقيس معلقا حول تقرير الأزمات الدولية، ويقول في جزء من المقال: في نهاية العام 2022 صدر تقرير الأزمات الدولية تحت عنوان كيف ستؤدي المفاوضات بين الحوثيين والسعودية إلى إنقاذ أو انهيار اليمن. يقع التقرير في بضع صفحات يتناول في نظرة عامة ترتيب الأمم المتحدة للهدنة التي استمرت حتى 2 أكتوبر 2022 والتفاوض الحوثي السعودي، مشيرا إلى محاولة الحوثي التخلص من الخصم الرئاسي، محددا مطالب الحوثيين بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع مرتبات جميع موظفي الدولة بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية في مناطق سيطرتهم. تتضمن المطالب التوقف عن دعم منافسيهم ودفع مبالغ لإعادة الإعمار، ويشير التقرير إلى تصاعد الصراع الاقتصادي مستبعداً العودة إلى الحرب، ويرى أن المفاوضات السعودية الحوثية ربما أثارت الرئاسية ما يدفع لمناقشة العودة إلى الحرب، لكن المجلس الرئاسي مشغول بتوحيد صفوفه أكثر، كما يرى أن المفاوضات حول هدنة لا تقودها الأمم المتحدة يعني رغبة السعودية في إنهاء الحرب الأهلية في اليمن. وفي حين يقرأ أن التفاهم الحوثي السعودي ضروري لإنهاء الأعمال العدائية، يرى أنه قد يمثل مأزقا محتملا للأمم المتحدة واللاعبين الدوليين الذين يسعون إلى إنهاء الحرب في اليمن. يؤكد التقرير أن الأمم المتحدة نقطة التقاء رئيسية للمفاوضات في اليمن والوسيط الوحيد الممكن للتوصل إلى سلام متعدد الأطراف، وبغض النظر عن نتيجة المحادثات بين الحوثيين والسعودية، واضح أن هناك قلقاً من المحادثات المباشرة مع السعودية والحوثيين مع أنها مفاوضات حتى الآن متعسرة،
ما يطرحه التقرير حول إشراك كل الأطراف صائب ومهم، ولكن الأمم المتحدة وعبر مندوبها لم تلتزم نفسها بذلك. صحيفة القدس العربي حملت المجتمع الدولي سبب الفشل في حل الكثير من القضايا، ونشرت مقالا لمحمد جميح تحت عنوان النظام الدولي وتفاقم الأزمات، أكد فيه قيام النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب على إدارة الأزمات عبر ترحيلها في الزمان والمكان. وأورد الكاتب ما قال إنه مثال بسيط، ففي شهر ديسمبر عام 2018 كانت القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي على بعد 3 كيلومترات من ميناء محافظة الحديدة، لكن الأمم المتحدة والدول العظمى حينها ضغطت لوقف المعركة بذريعة الأزمة الإنسانية، حيث تم ضخ عدد مهول من الأخبار التي تتحدث عن الكارثة الإنسانية الأسوأ على مستوى العالم. بعدها جاء اتفاق ستوكهولم ليؤسس مرحلة تجزئة الحل في اليمن واختصار الأزمة في جانبها الإنساني، مع إغفال السبب الرئيسي للحرب وهو انقلاب الحوثيين على النظام الذي جاء بالتوافق بعد مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء. واليوم وبعد أكثر من 4 سنوات على الاتفاق، تبدو المنظومة الدولية عاجزة عن إقناع الحوثيين بالحل السلمي بعد أن سلحتهم إيران بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. واتضح أن اتفاق ستوكهولم لم يؤسس للحل قدر ما أسس لتفاقم الأوضاع إنسانيا والابتعاد كل يوم عن الحل، الذي أشارت مجلة أوراسيا ريفيرو إلى صعوبته اليوم، حيث يرفض الحوثيون الحوار. ترك الحوثيون كل ما يسببونه للأهالي وذهبوا لفتح جبهة جديدة مع المرأة اليمنية. يعلق موقع عدن الغد التوصل إلى اتفاق بين لجنة رقابة حوثية وبين محل العباءات النسائية في صنعاء. وقال الموقع إن لجنة تابعة للحوثيين توصلت إلى اتفاق مع أصحاب محل خياطة العباءات النسائية بصنعاء، وذلك عقب عدة أيام من الشد والجذب، وانتهى نقاش مطول بين الطرفين إلى منع خياطة العباءات الضيقة أو العباءات التي تحتوي تفرعات جانبية أو ألوان زاهية. عجز يمني مستدام، تحت هذا العنوان كتب مصطفى النعمان مقاله المنشور في إنديبندنت عربية، وجاء في المقال: كنت من أشد المعارضين للحرب كمبدأ لحسم الأمور، إلا أن ذلك لم يكن دفاعا عن الطرف الآخر، ولكن قناعتي كانت وما زالت أن التدخلات الخارجية الطويلة في اليمن كما في غيرها من البلدان تصبح آثارها السلبية أكثر وضوحاً لأسباب أخطرها الفوائد المادية التي تجنيها الجماعات المحلية، فتصبح نهاية الحرب خسارة لها. وهذا أمر يعرفه اليمنيون في حروبهم الأهلية، حين ارتفع شعار المقاتلين: اللهم انصر الجمهورية إلى النص وانصر الملكية إلى النص، وهو يتعدى في أهدافه كل الغايات الوطنية. اليوم ونحن نقترب من العام 8 للحرب، يجب على اليمنيين الاعتراف أنهم عاجزون عن التوصل إلى اتفاق يحفظ لكل مواطن يمني الحق في الحياة الحرة الكريمة. ومرد ذلك ببساطة أن التفاهمات السياسية والإنسانية المتوازنة لا يمكن إنجازها في حال استمرار اختلال موازين القوى بين الأطراف المسلحة، الذي جعل من السلاح المعيار الوحيد للتفاوض. في الوقت ذاته يجب أن يعي الجميع أن استمرار الحرب يمنح جماعة الحوثي الفرصة لفرض مزيد من الإجراءات التعسفية ضد المجتمع، ومواصلة ممارسة عملية تجريف ثقافي واجتماعي غير مسبوقة في تاريخ اليمن. وفي الوقت ذاته تقف سلطة 7 أبريل عاجزة عن تلبية ما عليها من المستحقات الوطنية والأخلاقية للمواطنين في المناطق المحررة، ولم تتمكن خلال 9 أشهر من الوجود المستدام بين الناس ولا تحقيق أي إنجاز تنموي. إذا كنت تسكن في قريتك وتعتقد أن الحوثيين لن يطالوا عقارك أو أرضيتك، فعليك إعادة النظر بأفكارك. يعنون تقرير نشر في صحيفة الشرق الأوسط: الحوثيون يوسعون نهب العقارات من مراكز المدن إلى الأرياف. وقالت الصحيفة إن القيادات الحوثية في محافظة إب تنفذ عملية سطو على ممتلكات السكان في الأرياف، حيث قام القيادي الحوثي عبد الحميد العميسي برفقة قوات كبيرة بالبص على أرض يملكها غالب إسماعيل في منطقة جبل ذعرة في مديرية يريم، وبعد ذلك قام بإيداع مالك الأرض في السجن
بدعم وتواطؤ من قبل مدير عام مديرية يريم وهو قيادي حوثي. تؤكد مصادر قبلية أنه بعد أن استكمل الانقلابيون الاستيلاء على ممتلكات ومنازل المعارضين لهم في مراكز المدن والتمدد نحو الأرياف، أصبحوا يختلقون الآن مبررات لم يسبق أن استخدموها من قبل. فبعد أن كانت تهمة التعاون مع الشرعية والتحالف الداعم لها هي أداة للمصادرة، أوجدوا تهمة إخفاء السلاح كمبرر، حيث دفعت سلطة الانقلاب بعدة دوريات مسلحة إلى قرية في مديرية همدان بحجة البحث عن أسلحة يشتبهون في وجودها لدى بعض السكان. المدرس عمر عبد العزيز يعمل معلما لمادة الرياضيات في إحدى مدارس محافظة صعدة، وما إن سمع القرار حتى ظل يفكر كيف بإمكانه إعالة أسرته التي تتكون من 6 أفراد بالإضافة إلى والده الذي يعيش معه في نفس المنزل، إذ إن أمه توفيت قبل 5 سنوات بالسرطان. يقول موقع خيوط إن عمر اختار العودة إلى مدرسته ودخل الحصة الأولى ثم حاول حضور الحصة الثانية لكنه لم يستطع، فقرر مغادرة المدرسة. بعد حوالي أسبوع تقريبا تواصل معه المدير وهدده بأنه إذا لم يحضر لتأدية دروسه فسيتم استبداله، ورد عليه المدرس بأنه سيفكر في الأمر، ولأنه المعلم الوحيد لمادة الرياضيات كثرت الضغوط عليه من أجل العودة للتدريس ووعده بجمع مبلغ من الطلاب. لكن ذلك لم يحل المشكلة بعدها، قرر التوجه لبيع ملابس مستخدمة عند بوابة مستشفى السلام السعودي، وبعد عام صدر قرار بمنع عمل البسطات أمام بوابة المستشفى. قرر المدرس العودة إلى المنزل، فتارة يعمل في بيع الملابس معلقة على كتفيه ويلف بها الشوارع، وتارة أخرى يمتهن تصليح الغسالات أو كحمال لدى جمعية الهلال الأحمر. تسجل فرقة خليج عدن بقيادة المخرج عمرو جمال حضورا جديدا متفردا عبر النسخة العدنية من مسرحية الأديب العالمي شكسبير هاملت، مثلما تفردت هذه الفرقة من قبل بإنتاج فيلم 10 أيام قبل الزفة، متحدية للظروف التي أوجدتها الحرب والتي ما تزال تعصف بالبلاد حتى الآن، وفي غياب شبه كامل لأي دعم أو اهتمام من الجانب الحكومي بمثل هذه الأعمال الإبداعية. هكذا افتتح محمد الغباري مقاله المنشور في موقع صحيفة النداء، وجاء في المقال: مهابة المكان التاريخي ونمطه المعماري وموقع قاعة المجلس التشريعي المطل على الحي القديم كريتر أضاف بعداً جمالياً آخر للمسرحية التي تدور أحداثها في القارة الأوروبية. غير أن الأجمل في هذا العمل الإبداعي هو أن المخرج عمرو جمال وصديقه الشاعر عمرو الإرياني وضعا لمساتهما الساحرة على الأداء من خلال الطابع الفكاهي الذي طعمت به بعض أجزاء من مشاهد المسرحية التي تتحدث عن محنة ولي العهد هاملت بعد أن قتل والده على يد عمه وخسر محبوبته وتزوجت والدته من قاتل أبيه، وينتهي العرض بمأساة مقتل ولي العهد ووالدته وعمه. تمتلك فرقة خليج عدن قاعدة جماهيرية عريضة في كل المحافظات، ومؤخراً تمكنت من تسجيل حضور عربي، وهي قريباً تطرق أبواب الحضور العالمي من خلال مشاركاتها في مهرجان برلين وعن قرب من الصديق المخرج عمرو جمال. أعلم كم من الجهد يبذله في سبيل بقاء الفرقة وازدهار المسرح، لكنه وزملائه دون سند حقيقي من الجانب الحكومي أو غيره، لأنهم يعملون من أجل الفن وله، وفي سبيل إعادة الوجه الجميل للمدينة التي كانت رائدة في المسرح والفنون، وحاضنة للثقافة ورمزاً للتعايش. لك أن تتصور أن مدينة مثل عدن، والتي أنشئت فيها أول دار عرض سينمائي في 30ات القرن الماضي، لا تمتلك حتى الآن مركزاً ثقافياً، ومسارحها اختفت، ودور السينما أهملت، ولهذا بذلت الفرقة جهداً استثنائياً لتحويل قاعة الكنيسة إلى مسرح، بما في ذلك الإضاءة وأجهزة الصوت وغيرها. كما تحملت الفرقة التي تقود عملية إحياء المسرح والتمثيل نفقات ترميم المبنى من الداخل جراء تضرره من الحرب الأخيرة. الطاقم الذي يقوده مخرج متمكن يؤكد أن اختيار المجلس التشريعي لعرض المسرحية
هدفه لفت أنظار المجتمع والحكومة إلى المواقع الأثرية للمدينة، كما أن العروض ستنتقل خلال فترة عيد الأضحى إلى سينما هيريكن، وهي معلم عدني مهم، فقد كانت أول دار سينما يتم افتتاحها في المدينة. عندما تذكر مجموعة فاغنر فإن اليمنيين يستعيدون حوادث جرت في عدن كانت فاغنر جزءاً منها، ولكن ما طبيعة مهام تلك المجموعة من المرتزقة؟ يجيب على ذلك تقرير من الجارديان البريطانية، والتي أجرت لقاءاً مع أندري ميدفيديف القائد السابق لمجموعة المرتزقة الروسية الذي فر إلى النرويج، وكشف أسرار تلك المجموعة الغامضة، وكذا أنه قلق على حياته. وقال ميدفيديف 26 عاما للصحيفة إنه شاهد إعدامات فورية لمقاتلي فاغنر الذين اتهمهم قادتهم بعصيان الأوامر أثناء القتال في أوكرانيا، وفر من وحدته عبر الحدود إلى النرويج بالقرب من وادي باسفيك دالين قبل الساعة 2 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة الماضي، حيث تم اعتقاله واحتجازه من قبل حرس الحدود. ميدفيديف هو أول جندي معروف من مجموعة فاغنر قاتل في أوكرانيا يفر إلى الخارج. قال للصحيفة إن وحدته تتكون في الغالب من سجناء سابقين ألقي بهم في القتال كوقود للحرب. ولتعزيز صفوفها جندت فاغنر ما يصل إلى 40,000 مدان من السجون في جميع أنحاء روسيا، وأوضح أنه كان يقود مجموعة من المدانين. وقال في فصيلتي نجا 3 رجال فقط من أصل 30 رجلا، تسلمنا المزيد من السجناء ومات العديد منهم أيضا. نشأ في دار للأيتام في سيبيريا وقضى 4 سنوات على الأقل في السجن بتهمة السرقة، ودعا أيضا أنه كان على علم بما لا يقل عن 10 عمليات قتل لجنود جنود فاغنر الذين عصوا الأوامر وشهد بعض الإعدامات شخصيا. مجموعة من أبرز الصور نشرت في الجارديان البريطانية نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. للصور في آخر فقرة من البرنامج مجموعة من رسومات الكاريكاتير نتابعها معا. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. تقبلوا خالص التحايا والشكر. إلى اللقاء.